وينعكس خلقه على كل من يجعل من لاعب كرة القدم قدوة بالنسبة له. كرة ملعوبة في الأمام، محاولة إلى اللاعب الواضح أمامنا أفونسو ألفيس، ثنائيات نجدها في هذه المباراة من جانبه ومن جانب أحمد عبد الحليم. هنا أفونسو تمريرة في الأمام إلى أمارة ديانية، يحاول أن يختم على هدف، وأفونسو والرابع، والرابع يأتي الآن. ماذا يفعل الريان؟ يبدع الريان، يفرح الريان الإقلية الحاضرة، ويقدم أجمل الألحان الريان في هذه المباراة باحتفاليات جميلة. الآن الريان برباعية، الآن الريان برباعية، ثنائيات في البداية وثلاثيات، والآن رباعيات على طريقة رباعيات الخيام لأم كلثوم، بالألحان جميلة كانت في الزمان، ولكن الآن في الحاضر هي رباعيات الريان. نعم هي رباعيات الريان الآن. أفونسو بالمتابعة، ولكن من البداية من أمارة ديانية هو العنوان الذي لابد أن يكون منشأة عريض لكل الصحف في هذه المباراة، هو